زي النهارده من 40 سنه رحلت عن عالمنا فنانه صاحبه صوت فريد ومميز، لقبها النقاد بكروان الشرق. الاغنيه اللي زانها فكرتنا بيما القمر على البال، كمان على الباب، وغيرها من اغاني كتير قوي محفوره يمكن في اذهان كتير من يعني المعجبين واللي بيقدروا الفن الراقي. احنا بنتكلم عن الفنانه فايزه احمد اللي قدرت اللي هي تقدم مسيره رائعه طوال فتره يعني اخلاصها وتفانيها في العمل الغنائي تحديدا. وخلونا نعرف تفاصيل اكتر احتفاء بهذه المسيره من خلال الدكتور وليد شوشه استاذ النقد الفني باكاديميه الفنون عميد المعهد العالي للنقد بالإسكندرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. يعني دكتور في البداية عاوزين حضرتك تكلمنا عن مسيرة الفنانة فايزة أحمد اللي بدأت يمكن في دمشق وصولا لاحتضان مصر ليها وتاريخها الحافل بالأغاني. طيب قدر يا فندم، هي بقى لو نتكلم عن مسيرتها ازاي تقدر توصل لنا هذا العدد الكبير جدا من الأغاني، خصوصا ان هي ما كانش لها مشاركات كتير مثلا في الأفلام الغنائية، وبالرغم من ده كان عندها إنتاج كبير جدا من الأغنيات. الحقيقة ودي كانت غريبة جدا. فايزة أحمد طبعا لها تميز مختلف عن بقية المطربات، وفكرة إنها من أصول سورية أو كذا، هي فايزة أحمد يمكن عمرنا ما شفناها بتتكلم بلهجة مختلفة عن اللهجة المصرية. نعم. وزمان كان في طبع كده مختلف، ما كانش في حاجة اسمها مصري ومش مصري، هو أي حد أي فنان طبعا كان علشان يبقى يقدر يحقق نجوميه معينه ويوصل بفنه لمرحله معينه فشيء طبيعي انه كان يبقى موجود في مصر. يعني ما كانش في مدن كتير فيها فنون يعني او فيها مناخ فني يعني. فده اللي كان بيميز مصر في التوقيت ده. فايزة احمد بدايتها كانت يعني ما اقدرش اقول ان كان لها بدايه غير في مصر. ومحاولاتها الاولى طبعا كانت في مصر. ما نيجي نتكلم بقى عن افلام ومشاركتها في افلام، في افلام برغم من انها افلام كبيره جدا ما كانتش هي البطله الاولى فيها، ولكن اغانيها كانت هي المحرك الرئيسي لاحداث الفيلم. يعني نفتكر قوي تمر حنه مثلا واغنيتها خليتي بينا وبعدتي عنا، اعتقد دي من اكتر الحاجات اللي بتيجي في بالنا لما نيجي نتفرج على فيلم تمر حنه او نتكلم عنه. اللي خلينا كمان نرجع للسؤال استاذ احمد، السؤال كان مهم جدا، ايه اللي بيميز صوتها؟ الحقيقه هو خامة صوتها. صوتها له خامة مختلفة شوية. فايزة أحمد من المطربات اللي تملك صوت دافي جدا وقرار قوي جدا. مش كتير من مطرباتنا بيبقى عندهم القدرة الصوتية إن هم يغنوا في المنطقة الغليظة يعني. هي فايزة أحمد عندها قدرة على إنها تغني في المنطقة دي مرتاحة جدا، صوتها دافي جدا. ويمكن بالمناسبة دي في أغنية اللي هي طبعا زي كده زي ما ينفعش ممكن نحس برمضان إلا لما بنسمع صوت أذان من رفعة، زي ما كمان ما بينفعش نحتفل بعيد الأم إلا لما نسمع أغنية ست الحبايب. ست الحبايب أغنية اتقال حواليها يعني حاجات كتير قوي. يعني والله في يعني بعض المرويات يعني مش بس كمان يا دكتور وليد ست الحبايب، احنا بنتكلم على حضرتك ذكرت مسيرة فنية معطاءة، قدمت أكتر من 400 أغنية، ست الحبايب وقلبي ليك ميال وياما القمر على الباب وغيرها من أغاني كتيرة ارتبط بيها المصريين تحديداً. ويمكن حضرتك ذكرت حاجة هامة جدا، فكرة إن أي فنان بيحب يشتهر وما زال لابد أن يكون في مسيرة عمله محطة هامة وهي مصر، لأن مصر دايما هي الرائدة في العمل الفني، ومصر دايما بتقدم يعني كل ما هو جيد وعنصر جيد في مجال القوى الناعمة، وهنا بنتكلم على الفن تحديدا. بنشكر حضرتك الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للنقد بالإسكندرية.